ميتي جور رخيص وزوين بزاف ديكور تديرو في لافابو ديالك او في الفاس انت عنده العنق طويل تقريبا كيوصل حتى ل 10 سنتيم بون غادي تهنى من هذاك الروبيني اللي كيكون قصير من كتبغي تدخل يدك تحت لافابو كتلقى راسك انك تقيت بصباعك البديع ديال لافابو باش توصل الماء هاد الميتي جور غادي يهنيك من هاد المشكل وانا علاش دابا فتحت معاك هاد العلبه باش تشوف شنو كيجي معاه وباش تدي معاك سميه نيشان للدروكري وتقول لي خويا عطيني هاد الميتي جور الثمن ديالو راه رخيص خليني نوريك بعد المميزات وشنو كاين في الكرتونه وعلاش ندير هاد الفيديو وغادي نقول ان شاء الله الثمن غادي يعجبك بزاف ولكن غادي يهنيك بزاف ديال هذه الكرتونه ديالو سميتو كاب انت خويا شوف ميتي جور قداش طويل بان لك يعني في الصوره ميتي جور طويل يجيو معاه الفيكساسيون ديالو اللي كيركبوا مع البديع بزاف ديال الناس غادي يسولوني هادو ديال النحاس سيرو ديال 10 بزاف ديال الناس غادي يسولوني خويا علاش كدير لنا بحال هاد الفيديوهات كندير لك اخويا بحال هاد الفيديو باش تعرف لي مارك اللي مزيانين تعرف اين روبيني اللي تختار وتمشي عند الدروكري وانت كما يقولون مقصد عارف الماركه اللي غادي تاخذ وعارف النوع ديال الميلونجور او الميتي جور اللي غادي تشري ما تحتاجش مثلا بعض المرات هادي الشيء كما كتشوفوا عندك نحاس شويه ضعيفه ولكن دير شي نحاس اخرى تقويها ما تحتاجش انك مثلا مشيتي عند دروكري لقيتيه عامر تبقى تسنى غتجيك عيب او غادي تحشم كاين الناس اللي كتهم قول لي خويا عطيني شي ميتي جور عطيني نتعزل عطيني داك الشيء كامل اللي عندك انا هنا كنهنيك من هذاك العناء ديال انك تحرج قدامه مثلا ولا يقول لك قول لي السميه ولا بلاتي تسنى وانت مزروب هنا غادي نوريك انك تمشي نيشان مقصد عند دروكري قول لي خويا عطيني هاد الميتي جور ما كتشوف اخويا لي فيكسيبل ديالو انكار فيهم جوج جوانات من الفاميل ان دومي فيكسيبل لي زوين صراحه وصحيح جربته قدامك تجبد مزيان يعني غير يصبر لك البريسيون حتى 10 بار هذا هو الميتي جور كما كتشوف اخويا الشكل ديالو صحيح وثقيل لا مبارك نحاس وحتى الديكور ديالو راه ديكور زوين يعني حتى في النظر ديال العين مزيان ذلك في الاستعمال ديالو راه سهل الاستعمال شي قاصح يعني اليد ديالو او القبض ديالو راه ساهله تطلعها اللي بارد تقول تلقاش مشكل الجلده ديالو اللي كتجي من التحت كاين شي ماركات ما كتكونش عندهم هاد الجلده وكيبقى يهبط لك الماء ما بين لافابو البديع والروبيني كيهبط لك لتحت كيرفص لك الارض سواء في الحمام او تي مثلا دير الفاس في الصالون وثقيل اللهم بارك وكما قلت لك يا اخي ما عليك غير انك دير لي واحد التعليق لتحت قول لي يا خويا جيب لي بحال هاد الفيديوهات باش فين ما مثلا دخل شي منتوج جديد او قديم ما في خباركش ندير عليه فيديو بحال الطريقه نقول لك المميزات ديالو كل ديالو واش ثقيل نحاس كيفاش تخدمه بزاف ديال المميزات ثمن يا اخي 310 دراهم 6000 ريال 200 ثمن بالي صراحه بهاد المميزات وهاد الجوده وهاد الديكور راه رائع جدا انا ما كنبيعهمش ما كنشريهمش لكن كنبغي نقدم هاد المساعده وهاد المنشوره للناس اللي متبعين الصفحه ديالي والكليان ديالي تحياتي للناس داخل الوطن وخارج الوطن اللي متبعين الصفحه ديالي كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم المتواصل بلي جيم ولي بارطاج والكومونتير تحياتي والسلام عليكم.